بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم المهندس رامي الشام، مهندس معماري، مدرس لبرامج التصميم والإظهار المعمارية المختلفة مثل برنامج الماكس، الريفيت، لوميون، فوتوشوب وغيرها برامج معمارية أو إظهار أخرى. درس اليوم رح أتناول موضوع جدا جدا مهم، وهو موضوع طبعا تافه بالنسبة لكتير ناس، بس لو يعرفوا قديش أهميته ما بتركوهوش بالشغل، اللي هو موضوع الأسماء، موضوع الألوان. احنا بنعرف إنه أي أوبجكت وأنا بصمم، أي أوبجكت جديد بيجي عندي بلون جديد برضو باسم جديد. فهذا مثلا بوكس 14، هذا بوكس 13، هذا 12، هذا مثلا 15، كل واحد فيهم بيجي لي بلون. هلا الشيء اللي مش مهم بالنسبة للطلاب انه بحكي لك طيب ماشي، ليش اهتم مثلا باللون او بالاسم طول ما انا بدي البس ماتيريال؟ مسكت هذا الشكل وهذا الشكل، كلهم لبستهم لون زهري بالماتيريال، فليش اهتم او بغض النظر عن اللون؟ ليش اهتم طول ما هاي الماتيريال لابس على الشكل؟ مش رح يبين اللون. بس هذا الشيء جدا جدا مهم بالنسبة لنا بعمليات الاظهار المعماري، مرحلة البوست برودكشن. طيب لو اخذنا هذا الشكل، قلت له انت بوكس 15، سحبت منه كذا نسخة، عملت منه 100 نسخة، رح يطلع عندي كتير اشكال لدرجة انه رح تبطل انت ايش تعرف اي اسم بيناتهم. كيف يعني؟ لو انت مسكت مثلا هذا الشكل سميته ذوان، الاشي اللي انا بدي اياه، ورجعت وتحركت، رجعت قلت لك طلع لي نفس الاوبجكت، بصير صعب جدا انك تختار هذا الاوبجكت. فهون بيجي عليك يعني مهم يعني شيء جدا مهم انك تعرف كيف تختاره، خاصة لما يكون عندك الاوبجكت او المشروع كتير كبير فيه كتير ايتمز وشغلات مهمة. بمسك هون على select by name، بختارها، بروح بالاسماء، بستعرض له هون كل الاسماء الاشياء الموجودة عندي بالشكل، سواء كانت عندي geometry او shapes، lights، كاميرات. طيب اجيت للجيومتري، قلت له هون انزل اختار لي ذوان، هي اوكي، هذا هو الاوبجكت اللي انا بدور عليه. هل هذا الاشي وين اهميته؟ اهميته لما يكون في عندي كتير انارات وبدي اشتغل مثلا لمشروع زي سكاي سكريبر او ناطحة سحاب، لتحكم بالانارة لكل طابق بشكل مختلف، او مثلا في عندي كتير اشجار او مثلا زريعة او بني ادمين او سيارات، بدي احاول اتحكم بكل عنصر لحال او بكل مجموعة عناصر مع بعضيها البعض. هنا انا عامل ايزوليت لبوكس، خليني امسك كل هدول وارجع للشكل الاصلي. الشكل الاصلي مشروع عملته من حوالي نص ساعة او ساعة زمن، حكون فيه انارات، فيه كاميرا او كاميرات مختلفة. الاشي المهم بالنسبة لي هو الاسم، مثلا هاي الكاميرا بقدر اعرف مباشرة انه انا مسميها كلوز شوت، بالمقابل هاي الكاميرا اسمها ارير، بقدر اميز بيناتهم برضو طبعا بالالوان. مثلا لو اجت هاي الكاميرا حذفتها، اخذت من هاي الكاميرا دخلت عليها، جيت من هون عملت منها نسخة، مجرد ما انت عملت نسخة رح يكون في لها اسم جديد ورح يكون في لها لون. بس المشكلة الصغيرة انه الكاميرتين صاروا يشتركوا بالتارجت، فانا هون مش عارف انا مختار اي كاميرا بيناتهم، تارجت اي كاميرا. لو اجيت هون سميت هاي اريال، اريال شوت بغض النظر، جيت اعطيتها اللون الاحمر، مجرد ما انا مسكت اللون الاحمر تابع للاريال معناته انا ماسك التارجت تبع هاي الكاميرا. رجعت لهاي الكاميرا وضبطتها، حتى بالاسماء لما اجي اكبس سي بقدر اعرف اي كاميرا انا بدي اياها، هاي الاريال باجي بحرك وبتحكم فيها بالمكان مثلا اللي بدي اياه. موضوع تاني وجدا مهم بالنسبة الي هو موضوع مثلا الانارة، وكيف هذا الحكي ممكن حتى يساعدني بالانارة. بالمشاهد اللي زي هيك بكون في عندي زي سكاي سكريبر وكذا مثلا كذا فلور، بغض النظر عن الشكل وانه مثلا فلور عندي مايل ولا لا، انا بحكي هلا فكرة. في عندي مثلا هون مشروع صغير او كتلة فيها كذا سلاب، لو اجت لهاي القطعة بلكن مسميها بيلدينج معطيها لون، هاي مثلا سلاب معطيها لون تاني، وهذا الجلاس معطيه لون تالت. هلا بالنسبة للكاميرات او بالنسبة للاضاءات برضو، بقدر اخذ الاضاءة الاولى، عملت إضاءة أومني سميتها جراند فلور أومني، وعملت منها كذا نسخة، جراند فلور أومني هاي الأصلية،
هي واحد، هي اتنين، هي تلات. لما طلعت وعملت لها طبعا خواص تبعت الإنارة، بغض النظر عن اللون والتمبريتشر، أو سواء كانت لون أو تمبريتشر والمولتي بلاير تبعها. لما طلعت على الفيرست فلور أو الطابقة اللي فوقي لسه سكند فلور، مثلا أخذت هو على فيرست فلور أو سكند فلور أمني، حطيت لون مختلف، أعطيت لون مختلف، مش لون إضاءة مختلف، لا لون الأوبجكت يبين عندي على الفيو بورد بشكل مختلف. وضبطها بالنسبة لبقية إيش الإنارات. لما جيت عندي هون على السكاي سكريبر أو البرج، حطيت كل مثلا كل طابق عملت له تاور فيرست فلور، مثلا هون تاور فيرست فلور مثلا سلاب، مثلا هاي الإضاءة اسم تاني بلون مختلف، هاي الإضاءة بلون تالت اسم مختلف. هذا الحكي وين بيساعدك؟ لو جيت على التوب فيو قلت لك تحكم هلا بالإنارة، لما تيجي تختار هذا الضوء وهذا الضوء انت ما بتعرف لأي طابق تشتغل، فلو كنت حاب انك تضوي طابق وتطفي طابق رح يصير جدا صعب عليك. فهون انت انك بتكون كاتب ممكن على ورقة او انت حافظ شو اللي اشتغلته، بتقدر انك تتحكم عن طريق حفظك للألوان. انا عارف ان هون اشتغلت على الفيرست فلور، معناته انا بتحكم بالفيرست فلور. هون على الجراوند فلور، هي معناته جراوند فلور. حتى شكل الكاميرا هون مثلا انتيرير، فهذا اشي جدا جدا عامل مساعد. آخر شي بدي أتناوله، أخذت موضوع كلوز شوت، موضوع الماتيريال. موضوع الماتيريال موضوع جدا مهم. لو إجيت أنت تكمل شغل مع واحد بده يشتغل معك، فهون بصير جدا مهم إنه يعرف شو الماتيريال اللي أنت عملتها. وهذا من أكثر الأسئلة اللي يعني أو المواقف بتواجهني مع الطلاب، بستلم منهم ملفات ما بعرف شو هي الماتيريال اللي مستخدمينها. فهون عندي جلاس، هون بعرف مباشرة في عندي ستيل، هون مثلا السلابات، هون الفلور الاوتسايد، هون الكونكريت، مثلا هون سكاي تيست كنت احاول اعمل مثلا تجربة للسماء، هون الاتش دي ار اي، هون الماتيريالات مثلا اللي انا مش مسميها بكون عارف اني ما استخدمتها. فلو جيت لهذا المشهد مثلا وعملت له ريندر بلاقي انه هذا الشكل العام اللي بده يطلع. هون هاي كلياته بالنسبة للاسماء سواء ماتيريال او اوبجكتس او انارة. آخر شي بتم عندي اللي هو موضوع الألوان، ليش هي مهمة جدا وتحكي لنا ألوان وألوان. ألوان اللي هي مرحلة ما بعد الريندر، مرحلة البوست برودكشن، الإظهار عن طريق الفوتوشوب. لو أجيت هون بعد ما رندرت أنا مشتغل على إشي اسمه ريندر إيليمنت، بقدر أستنتج إنه هون كل إشي جلاس أنا معطيه لون أزرق، فلما أجيت أشتغل هذا الجلاس قبل ما ألبسه ماتيريال كنت معطيه لون أزرق، البيلدينج كنت معطيه لون زهري أو بغض النظر شو اللون، السلاب معطيها لون معين، والأرضية مثلا هون معطيها هذا اللون. وهذا الإشي بيساعدني جدا جدا عن طريق الفوتوشوب. لو إجيت لهي الصورة بدها سيف على الديسكتوب صيغة بي ام بي أو بغض النظر عن الصيغة برضه مش إشي مهم، جيت قلت له فايل أوبن، جيت على الديسكتوب اخترت هاي الصورة. بقدر بكل بساطة عن طريق الألوان إني أختار الأوبجكت اللي أنا بدي إياه عن طريق لونه. فهون هاي كل جلاس اخترته بكبسة زر، كل الكونكريت، كل مثلا السماء أو الانفايرومنت، كل الأرضية، كل مثلا السلابات الموجودة هون، كل ستيل ستراكشر مثلا الموجود هون. فهذا جدا بلعب عامل مساعد، رح أتناوله بالتفصيل إن شاء الله في فيديوهات تانية. الفيديوهات كلها رح تكون موجودة إن شاء الله على الجروب، وبرضه رح تكون موجودة على قناة اليوتيوب. أتمنى لكم تتابعوها، وإن شاء الله الأسبوع القادم بيكون في عنا موضوع جديد نتناوله. هيك بحكي لكم، يعطيكم العافية.